انا يعمل فيا كده بعد كل الحب والعشره دي؟ انا يقدم فيا بلاغ بيقول عليا سرقت؟ وانا طب ده انا كنت بصرف عليه، كنت بنزل الشارع واصرف عليه، انا يعمل فيا كده؟ يا بصمتك السودا، يا بصمتك السودا يا نجوى. يا عيني على اللي حبه وما طالوش، احسن ادي اللي كنتي بتحبيه وسبتي اهلك والدنيا كلها عشان بدل ما كان يجي يسال عليا، بدل ما يقول يا راحت فين ولا جت منين ولا عايش ازاي بتاكل فين وتشرب ازاي، انا يعمل فيا كده؟ انا سرقت وانا؟ معلش يا نجوى، هيروح من ربنا فين؟ قولي لي يا نجوى، الظابط معتز عمل ايه معاكي؟ ربنا يستر، جاب لي ميه وعصير وقعد يهدي فيا. ميه وعصير؟ بتبدل خالص، انت عملتي له ايه؟ انت عملتي له ايه يا زينب يا قرشانه؟ يا اختي نقطينا بسكات. يا قهرتك يا نجوى، يا حظك الاسود يا نجوى. انت هتعددي؟ خلاص، هو اتهمك بسرقه، اتهمينا حرق هدومك، ولما جيتي تطلبي منه تعويض اما اتبلع عليك ان انت سرقتي، ده حتى يطلع عليه سمعه ان مكوكي خايب يا اختي. يا سلام، انت تعملي فيلم يا بت؟ بقول لك ايه يا نجوى، اسمعي كلام انا. بصي انسي. انساه؟ ايوه انسيه. هو لو بتحبي حد ممكن بسهوله كده تنسيه؟ ما هو يعني لو جرحني انساه. عارفه ازيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ الالف يعني احبك، والزين زي الهوى، واليه ياه، والكاف كنت فين من زمان؟ وانا اعرفهم منين دول؟ انا اعرفك انت يا زينب، وانا بعدين ما بديش نمري لحد اصلا، مش معنى ان انا اديتك النمره يبقى انت تروحي تديها لاي حد. لو سمحتي لو عايزه حاجه تخصك او تخصهم ابقي كلميني انت، ماشي؟ حاضر، بس يعني هما كانوا هيكلموني فين؟ ما تقولي لهم انت فين. مانيش عرفت، ما انا مش قاعده في المكان اللي انا قاعده فيه ده على طول، وما اعرفش بعد كده هروح فين. زينب، انا ما بديش نمر تليفوناتي لحد، لو عايزه تديها لاي حد بعد كده تبقي تكلميني الاول وتستاذني، ماشي؟